صباح الخير عليكم، حلقة جديدة من سكت وفنجان. طبعا احنا بنتكلم على ديوان الشاعر الجميل احمد الرفاعي سكت وفنجان، وواخدين كده حلقات مسلسلة عن الديوان ابتدى ازاي، وايه يعني ايه الفقرات او ايه الفقرات الشعرية اللي هو بيقولها. اتكلمنا عن الفراق، اتكلمنا عن الحب، والنهارده برضه هنتكلم على موضوع جديد. بس سيبوني ارحب بضيوفي الاول، وارحب بزميلتي نهى. ازيك يا نهى؟ فرحانه اني معاكي النهارده. حبيبتي حبيبتي. معانا احمد رفاعي، اهلا يا احمد، اهلا بيك. منورنا النهارده يا احمد موجود كالعاده. موجود. ومعانا كمان مسوق السوشيال ميديا لاحمد، لديوان احمد، الاستاذ محمد ابراهيم. اهلا بيك يا احمد، نورتنا النهارده في الاستوديو. منورنا يا جماعه. ربنا يخليك. بوجودكم. احمد بقالنا كتير. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت والاسبوع اللي فات عن كنا بنتكلم على السؤال كان بتاع الحلقه اللي فاتت، الجواز حاجه والحب حاجه تانية او الاثنين طريق واحد. وانا هنا حلقتنا بسؤال مهم جدا، وهو هل الشعر مظلوم اعلاميا؟ ردي على السؤال دوت هيبقى فيه شقين. الشق الاولي الاول اللي هو الذهني. احنا قعدنا فتره ما يقرب من 30 سنه اذا ذكر الشعر في مصر بيجي كده في المخيله عبد الرحمن الابنودي، ده رقم واحد. ولو مسكنا الارقام بتاعت عبد الرحمن الابنودي هنلاقيه هو اكتر حد نجح رقميا، اكتر حد ادى اغاني بجانب الشعر لمطربين كبار نجحت في افلام. يعني انا قلت لك مثلا انه مثلا عيون القلب سهرانه ما بتنامش، الاغنيه بتاعت نجات كلمات عبد الرحمن الابنودي، ساعات ساعات بتاعت صباح كلمات عبد الرحمن الابنودي، بجانب ان هو كان شغال في فتره التسعينات في المسلسلات اللي كانت بتيجي في التلفزيون والحاجات الاذاعيه مع علي الحجار والشعب اللي بتمس الروح الانسانيه. وكان ليه المعجم بتاعه، وكان ليه اللوغاريتمات بتاعته، وكان ليه الالفاظ بتاعته والهيبه والشكل بتاع الابنودي. تمام. فكان اكتر حد اشتغل بالارقام هو عبد الرحمن الابنودي، واكتر حد نجح ووصل ومس قلوب الناس وبيوتها كان برضو عبد الرحمن الابنودي. فلما في اخر ايامه كان الناتج بتاعه طبعا لظروف السن والمرض قل شويه، حصل زي خلل كده، مفيش حد يمسك الحته دي او الدفه دي. فبعد وفاته بقى في انتشار، مش هنقول بقى شعراء كبار وكده، بس بتبقى حالات، يعني كل فتره يظهر حاله تقعد لها سنه، سنه ونص، اتنين، اتنين ونص، تلاته، وتختفي وتظهر اللي بعديها، تقعد لها سنه ونص، سنتين، اتنين، تلاته، وتختفي وتظهر اللي بعديها. لكن فكره الشاعر اللي هو ممكن يمثل البلد ويمثل وجهه البلد الحضاريه كان عبد الرحمن الابنودي. فمش هنقول ان الشاعر اتظلم، لكن هقول في هزه حصلت من بعد الابنودي. ده الشق الاولاني. الشق الثاني فكره النهارده البرامج الحواريه بتجيب، او اغلب البرامج الحواريه بتجيب القوي على السوشيال ميديا. يعني لو في حد قوي على السوشيال ميديا عنده مشاهدات كتير وعنده ناس كتير وعنده هتلاقيه هوب نط في البرنامج قدام كتير، علشان خاطر هو هينجح البرنامج وهيزود الاعلانات والكلام ده، والكلام ده احنا متفقين عليه وناس فاهمه الكلام ده. فالسوشيال ميديا ده اللي احنا لسه هنساله بقى، ده هيبقى الجانب بتاع محمد. نساله عن دور السوشيال ميديا في ترويج الفن او ترويج المحتوى اللي بيتقدم. تمام. كان الاول بشكل عام التسويق مثلا بالنسبه للاغاني او الشعر او كده دايما مربوطه اللي هو بالتلفزيون، كان ده السيد من فتره كبيره جدا. جت مثلا بعد الثوره او كده الناس عرفت يعني ايه سوشيال ميديا اكتر، الناس بقت تدخل على الفيسبوك اكتر، الناس بقت في تواصل دايما مع الناس، بقى ده الاسهل واوفر. يعني انت مثلا لو كنت عايز تعمل اغنيه او كده فبتدفع كتير مثلا عشان تطلع في حته او كده، دلوقتي لا، دلوقتي انا بطلع في البيت، بطلع في ايده، يعني في التليفون بتاعه، بقى اسهل بكتير واوفر للي بيقدم المحتوى. يعني زي مثلا احمد لما بيقدم المحتوى او كده، لا اوفر له اللي هو يشتغل سوشيال ميديا، بيوصل للناس اكتر، بوصل لفئات اكتر، التحديد بيبقى اكتر من العام. في التلفزيون بيبقى الشكل بيبقى عام، يعني مثلا انا بعرض لكل الناس، وفي ضمن كل الناس دي فئه معينه هي اللي هبقى عايزها. لكن الدقه هنا بتبقى، لكن في السوشيال ميديا بشكل عام بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. طب استاذ محمد، الشعر في التسويق اصعب ولا الاغاني؟
اكيد اصعب. اكيد اصعب. اكيد اصعب عشان برضو احنا محكومين بفئه. تمام. فئه جمهور. فئه الجمهور بتاعت الشعراء واللي بيسمعوا شعر اكيد اقل من اللي بيسمعوا اغاني. في برضو ناس بتميل لكده وفي ناس بتميل لكده. والوظيفه بقى بتاعت السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي اللي بتكلم عليه اللي هو بيحدد لك الفئه دي. فهو بيوفر لك اكتر اكتر ما انا مثلا افتح التلفزيون مثلا وفي شعر انا مش حابب شعر يطلع لك ليه اصلا. لا انا اطلع للناس اللي بتحب الشعر. بس خلينا نقول برضو ان فكره الديوان بتاع سكتو فنجان الفكره الجديده ان هو يبقى مصور مصور ده فرق كتير جدا. اكيد طبعا اكيد. يعني هو ما كانش مكتوب قد ما هو كان مصور. يعني هي الفكره الجديده اللي انتوا عملتوها في الديوان وده اللي احنا عايزين نوصله للمشاهدين ان الفكره الجديده لفكره سكتو فنجان ان هم عملوا الديوان بتاعهم ينفع حالات واتساب ينفع ينزل زي قصه كده على القصيده تنزل على قصه كده مدبلجه لفيلم تركي او مثلا لفيلم عربي قديم وتنزل عليه كلمات الشعر فده يعمل لها تسويق اكتر. وده كان اللي كان يعني اللي فرق معاك يا احمد ان انت استخدمت او عرفت تستخدم السوشيال ميديا وتستغلها في تسويق الديوان بتاعك. هو اول ديوان بفضل الله في مصر مصور عايش الناس سنه ونص كامله جوه الديوان. حلو. ومفيش ورقه بيه يعني الناس مش هتقرا ورق. هو كان تيكيتو فنجان الفكره هي الفكره رزق عموما. الفكره رزق صاحبها يعني ممكن فكره تعليك و100 فكره ما تطلعكش خطوه قدام. احمد انت لعبت على الفكره اللي الناس عارفاها بس عن طريق الشعر اللي انت اللي هي عايزينها يعني الفكره اللي الناس بتحبها عن طريق الشعر انت لعبت عليها. وده كان انا قعدت اصلا يعني انا في مثلا بقالي 5 سنين الاصدقاء والمقربين يا احمد اعمل ديوان وانا رافض. ليه؟ لان انا عارف ان نسبه القراء قليله للاسف. سنه واثنين وثلاثه ومع الضغط فانا حبيت اوجد فكره ارضيهم وارضي السوق. انا مش عايز اتعب واشقى واروح دار نشر ولو سمحت اطبع لي ولو سمحت انشر لي ولو سمحت وما يتقريش او ما يوصلش اللي انت عايزه. هتعب هتعب 6 شهور ولا 7 شهور عشان اكتب فيه وفي الاخر هيتحط على ركن. طب هتسمعنا ايه يا احمد؟ اسمع بقى. اخويا. حلو اخويا. ما انت سمعتنا الام قبل كده بقى عيط لما قلنا يا بس. سمعنا حاجه حلوه. نسمع اخويا. اخويا اللي كتفه مضلل عليا برغم المزاوله ورغم الخناق لكني بحبه لان الشقايق ما بينهم زقاق فروق نونه جدا نفس ابتسامتي شكلي وملامحي نفس البيجامة في ذوقها ستايلها أمي اشتريتها كمالة فلوس نفس المحبة لورق العنب وصواني الرقاق نبتتنا واحدة وزرعتنا واحدة دايما بنكره صنف النفاق ونفس الصحاب أمين عمو أشرف وحودة وعلاء يخليك لقلبي يا واد يا ابن قلبي يا كتلة رجولة يا رمز الوفاء وجودك بحسه عزوة وأمان يا ساقية حنان يا وقت الشدايد بودي إني أكتب كلام في القصيدة ما جاش في خيال أجدعها كاتب في كل الجرايد رجولتك أصوات أخويا. ما شاء الله ربنا يخلي كل الإخوات يا رب ويبارك فيهم كده. طيب يا محمد عايزين نسألك من خلال تسويقك للديوان بتاع أحمد إيه أكتر نوعية قصايد اشتغلت حلو في الديوان؟ يعني احنا مع احمد قالينا ان الديوان فيه 30 قصيده شعريه بتتنوع بين الفراق والحب والاخوه والعلاقات الاسريه. ايه اكتر قصيده انت حاسس ان هي سمعت قوي مع الناس؟ هو احنا ما عرفناش كله. طيب ممكن نجاوب على ده بس بعد الفاصل. تمام. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنسال محمد على ايه اكتر حاجه انت حاسس انها اتسوقت في الديوان من افكار الديوان يعني عليها اقبال في السوشيال ميديا كده والناس بتسمعها اكتر حاجه. تمام. احنا ما سوقناش كل الديوان احنا يعني 5 من 30. تمام. بس اكتر حاجه مثلا من الخمسه اللي انا اقدر اقولهم لك اللي هو قصيده رحمه دي عملت تاثير كويس. احنا سمعناها الاسبوع اللي فات. كانت بجد تحفه ولمست ناس كتير. هي فكره التسويق بشكل عام سواء اوفلاين او اونلاين اللي انا بربط المنتج بالمشاعر او بربط المحتوى بالمشاعر. عملت ده يبقى هوصل للناس. واحمد لما جاء قال لي مثلا عايزين نعمل الديوان ده ويبقى مصور ويبقى فكرته كده غير مثلا مكتوبه او كده زي ما قال بالظبط. الفكره في كده حلوه في ايه؟ اللي انت بتجمع كل الطوائف يعني بمعنى في ناس هتتاثر بالاخوه مثلا اخوه غايب او اخوه لا قدر الله حصل له حاجه او كده ف
فعملنا له قصيده. مظبوط. في العاطفه مثلا حد اتجرح بقى حد. واختيارك للعناوين ابراهيم، ما انت كنت يعني دي 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 دقه في شغلك. اختيارك للعنوان، اختيار العنوان بتاعته يعني دي الحته دي بتاعته. احمد قال القصيده وسجلها استوديو تمام وصورها، انت بتسلمها كده هو شاكب راكب لمين؟ لابراهيم. شوف انت المنتج بتاعك بقى انت كده، والمعايير بتاعته والاجواء بتاعته، واكتب له العنوان وانت اشتغل عليه. عايز اسالك سؤال يا محمد، هو ده اول شغل ليك كشاعر ولا اشتغلت قبل كده مع حد شاعر؟ لا انا احمد اول مره اشتغل مع شاعر. طب ايه الافاد يعني استفدت منها ايه؟ كان هي فكره جديده في التسويق. احنا اصحاب من 2012. ليش دعوه بالاصحاب؟ انا بقى انا بتكلم. انا عارفه احنا سنين مع بعض. ماشي. لا بس تفرق. انا عارفه ان هي تفرق ان هو لما بيجي ينصحني نصيحه يعرف انا اعرف اعملها ولا لا، يعني السنين والعمر اللي لا هي بتكلمه. انا بتكلم في الشغل. هل الشعر في تسويقه انت شايفه كان اسهل من الـ او مش اسهل بقى، ليه قيمه اكتر طبعًا في وصوله للناس؟ يعني اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي للاسف بقى المحتويات المحتوى اللي بيتقدم اللي ملوش اي لازمه هو اللي بيوصل بسرعه، والناس بقت مش على اساس اللي بيتقدم، قدموه على اساس عامل كام فيو بالظبط، فبقى هو ده اللي بيحكم. مع للاسف الحسبه دلوقتي بقت بالفيو، يقول لك انا مكسر الدنيا وكده عشان الفيوهات بس، بالرغم ان ممكن تكون الناس بتتفرج عليه تريقه. بالظبط. لا ولو هتجيب اكبر نسبه فيوهات ماديا مش مهم انا مين قد ايه الماده، يعني مش 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 بعمم الفكره اللي هو كل اللي جاب فيوهات عاليه بيبقى محتوى وحش. لا في ناس بتقدم محتوى كويس جدا وهي قايمه على الكرييتيف اللي هو بيبقى مثلا مقدم محتوى فعلا كويس في فكره في كده هيتشاف، بس الاغلبيه العظمى للاسف لا بيبقى الفن هابط جدا وبيحكم لك بالفيوهات. تيجي تقول له طب ليه بتعمل كده او تيجي تنتقده يرفض الانتقاد. ليه؟ معايا فيوهات، معايا جمهور، معايا ناس، بس بقت دي الحسبه. لكن الجمهور يعني الشعر بشكل عام جمهوره راقي، الجمهور راقي بتاعه، وانا فادني فايده ليا انا في التسويق طبعا اعطاني خبره. ما هي كل فكره بتجيلي مثلا او كل مجال بشتغله بيزودني خبره في ايه؟ الموضوع دراسه، الموضوع مش كده ونعمل، لا ده انت بتستهدف ناس معينه. يعني كل قصيده من احمد بيعملها وبنمنتجها وبننزلها وكده كل واحده استهدافها غير التاني. انا بستهدف ده مثلا الاخوه، ده بستهدف واحد مجروح، ده بستهدف واحد بيدور على عاطفه. صحيح. ده يثبت يا احمد ان انت فعلا اشتغلت بكل جوارحك زي ما بيقولوا كده على الديوان عشان تقدر تسوقه. ايه اللي انت عايز تقدمه من خلال انت لسه الديوان لسه فيه 25 قصيده انت بتقول لسه ما نزلوش. احمد بعد كده في ايه؟ مفيش فكره هتيجي في دماغ اي حد مش هكتب عليها. يعني رمضان، العيد، النادي الاهلي، منتخب مصر، صاحبي، ابن عمي، صديقي، اختي، الناس اللي بتقابلهم صدفه، واحد بيحب واحده اكبر منه في السن والمجتمع واقف له عقبه، واحد بينه وبين هو في النص وبينه بنت كويسه جدا وزي الفل 10 10 بس البنت يعني مؤدبه زياده عن اللزوم، وفي بنت تانية على شماله البنت دي ملعب شويه بس هو يعني شغلاه حلو، وديت بتحصل كتير. اللي انا بقول لك ده انا مش من من رومانيا، يعني انا مصر. انت تقصد ان انت هتمس الناس اكتر او انت هتقرب من الناس اكتر؟ كل ما نقرب من الناس اكتر كل ما ننجح اكتر، كل ما نبقى ناس بسطه. هي الشياكه فين؟ في البساطه. تمام. اشيك واحد هو ابسط واحد. احنا عايزين نوصل للمرحله دي، عايز اوصل لمرحله ابسط من البسيط. طب عايز اوصل لمرحله ابسط من البسيط علشان شغلي يتسوق بسهوله ويوصل للناس اسرع ويبقى اقوى ويعلم ويأثر وما يتنساش. يعني انت تقولي لي مثلا حلمك الاسمى ايه؟ اقول لك ان الناس تبقى ماشيه في الشارع مش عارفه احمد حافظه كلامه. حلو الكلام. في اجمل من كده؟ طبعا. وفي حد وصل للمرحله ديت الا لما حب يعني حس ان هو مؤثر حتى في بيته حتى في شرف ليه. طب يعني طب سمعني حاجه جديده بقى. افتح يا باب الحلمانين. قبل بس ما تقول باب الحلمانين يا احمد، انت القصيده دي لما انت جيت كلمتنا عنها قلت لنا ان القصيده دي بتحكي حلم كل الناس، حلم كل الناس، كل الناس، حلم ولاء كاعلاميه، حلم نواقه اعلاميه، حلم محمد، حلم الحسيني واقف على الكاميرا هو شقيان وعاوز يعمل وكل يوم النهارده بيستضيف ده ويستضيف ده ويستضيف ده بيتعلم من ده. كل احلام ياسمين اللي قاعده جوه، احلام الناس اللي في الكنترول، كل الناس دي عندها احلام. طب سمعنا بقى. فبنقول لهم افتح يا باب الحلمانين، افتح يا باب الحلمانين للعشمانين جهرا بطلوع النهار،
للي اجتهادهم زاد ومش لاقيين غير رد فعل بطيء. والله ريقنا نشف، افتح وبل الريق. يمكن يكون الحلم مش واضح او الطموح ده كبير، لكن انت باب الخير ومنصف الشقيان. اللي اجتهد عن ثقة غير اللي كان مهزوز، خطواته متوثقة، شاهدة العيون الجوز، والحرب دوارة محتاجة للشطارة ومحتاجة للتوفيق. افتح وبل الريق، المجد للواصل بعد الشقا والذل، المجد للطفحان قلبت حياته فل، المجد للسيرة للمجدعة وسط الطريق قصاد عيون الكل، للرحلة والمشوار وقلب ليل نهار وضحكة الثوار على الحاكمين بالغل، اللي في ايديهم دوا مستكترينه عليك، احتكروا مية وهوى وسلبوا ما في ايديك، قدن يا عم اديك بنجاح لكل واحد عض في الاسفلت، للي متشاف فوق مع انه لساه تحت، قدن عشان طولت والباب بقى مصدي والقفل رافض ينفتح حاسه بقى ضدي، افتح عشان ربنا افتح مفيش اعذار، افتح يا باب الحلمانين للعشمانين جهرا بطلوع النهار. الله الله. افتح يا باب الحلمانين بقى. افتح بقى. طبعا نرجع لمحمد يا نهى. نكلمه بس على حاجه كده خاصه بالتسويق او بالسوشيال ميديا يا احمد. ازاي تقدر توصل محتوى هادف بطريقه كويسه وبطريقه سهله ومبسطه، ما يكونش الموضوع مرهق ماديا للي عايز يسوق ده؟ بما اننا بقى هنتكلم على باب الحلمانين، فبيبان الحلمانين اللي قدامك كلهم واقفين في طوابير عايزين يوصلوا حلمهم، فايه اسهل طريقه او اسرع، يعني اسرع طريقه واسهلها وابسطها ماديا؟ السوشيال ميديا. كلمه واحده هي السوشيال ميديا، بقت الموضوع بسيط جدا. انت بتوصل للي انت عايز توصل له وهو في بيته. بس في ناس بتتظلم يا محمد اللي السوشيال ميديا. ما في ناس بتتظلم، بس انت لو قدمت محتوى، ما هو دلوقتي السوق بتاخدي بالاسباب، بقى في منافسه كبيره. ايوه، ما هو ده السبب. ما هو ده انت بقى ايه اللي يميزك؟ يميزك ده انت بتقدم فكره كرييتيف هتتشاف، كده كده هتتشاف. بالنسبه للدعايه او كده، مصاريف السوشيال ميديا بشكل عام في اي منصه في السوشيال ميديا ارخص بكتير مليون مره من التلفزيون، وبيبقى ادق اكتر. وكمان في فئه بتستغل. ايوه، استغلك. بمعنى بتستغلك كشخص. يعني مثلا انت دلوقتي لو بتقدم محتوى، فانت مثلا بتوصل لعمر معين، بتوصل فئات معينه، الكلام ده كله بيبقى متحدد. تمام. عكس التلفزيون، التلفزيون انت بتوصل للناس كلها، فده بيبقى اصعب. هو احمد يعني محمد يقصد ان التلفزيون بيبقى واخد شريحه عامه، فما بيوصلش لكل، يعني بيوصل لكل الناس، بس السوشيال ميديا بتحدده اكتر وبتجيب لي اعداد اكتر. بالظبط. طب احنا قدامنا يا نهى 3 دقايق وهنختم حلقه. اسال احمد. ماشي احمد، حققت حلمك ولا لسه ولا 5% منه؟ حاسس ان انت اعلاميا وصلت؟ اعلاميا احمد، زي ما يعني زي ما احمد كده كلمنا على عبد الرحمن الابنودي، عايزين احمد الشاعر. انا ما وصلتش ل 5% من حلم. انا يعني انا حاسس ان انا مظلوم، يعني انا حاسس ان انا مظلوم، لان انا كل شعراء جيلي اخذوا حقهم وظهروا واتعمل عليهم سبوت واخدوا فرصتهم كامله متكامله ما عدا انا. حابب اقول لك ان مفيش شاعر في مصر اسمه كبير الا ما يعرف احمد الرفاعي، عشان هو احمد الرفاعي اللي عمل 40 حفله في اسكندريه وقت ما كانش الناس عارفه تطلع على الستيج. احمد الرفاعي اللي اول حفله ليه كانت سنه 2012 ايام ما كانش لسه حد مسك فيهم مايك. احمد الرفاعي اللي شغال وناس ظهرت بعديه بخمس ست سنين، طلعوا هم قدام وهو لسه مكانه عشان مفيش سبوت جه عليه. بس انا شغال وبشقى اهو. طيب احنا للاسف يعني في عجله كده، قدامنا دقيقه بالظبط. محمد، اخر حاجه عايزين نختم بيها، تقول لنا كده ايه الجديد اللي انت ممكن تقدمه لاحمد بالنسبه لان يقدر الديوان يوصل لاكبر عدد من الناس؟ هو الديوان بشكل عام احنا هنوصله لكل الناس ان شاء الله، بس هي الفكره كلها اللي هو 30 حاجه مش وقت. احنا بنستهدف كل فئه معينه، هتيجي تجمع ال 30 قصيده في الديوان هتلاقي اللي انت وصلتها لكل الناس، بس كل حاجه بتستهدفها واحده واحده. انا بوصل لك انت بس، بوصل لدي بس، بوصل لده بس، في الاخر انا عايز اجمع كل الشريحه دي لحد اما هم يطلبوا اعمل لي كتاب. تمام. هي دي الفكره الرئيسيه بتاعت الديوان، اللي هو مصور لحد اما انتوا اللي تطلبوا الكتاب، مش هنزل كتاب
وممكن يتباع او يتركن او كل الكلام ده، انتوا اللي هتطلبوه وان شاء الله يحصل مبيعات كويسه. التوفيق لكم ان شاء الله يا رب. احمد ان شاء الله بكره تبقى احمد الشاعر باذن الله، والناس هتعرفك اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا محمد. احنا طبعا مبسوطه جدا ان احنا كنا معاكم، وان انا كنت معاكي يا نهى، وان احنا يعني قدمنا احمد بطريقه مبسطه جدا، ده اقل من حقه كتير. احمد من الناس الاكتف جدا اللي شغاله واللي فعلا بتقدم محتوى هادف وناجح جدا. كمان محمد من الناس اللي تعبانه معاه جدا او الدراع اليمين بتاعه. باب الحلمانيين احنا هنختم بيه حلقتنا النهارده، وهنقول ان باب الحلمانيين الباب مفتوح لكل الناس، بس انت اقف وخد دورك وما تستعجلش، وان شاء الله ربنا مش هيكلل مجهودك غير بكل نجاح. اشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. اشوفكم بالف خير.